يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فلا يسبوا الأموات بعيبهم وغيبتهم أو لعنهم، قد أفضوا إلى ما قدموا من خير وشر. لكن إذا كان الرجل مما يخشى من شره، ممن يخشى شره، أن يقتدى به في بدعته، فلا مانع أن يسب، أن يذكر ما عنده من الباطل حتى يحذر. والمقصود هو تحريم شره وبدعته، وقد أفضى إلى ما قدم. لكن إذا كان يخشى اتباعه ما علم من بدعته وشره يحذر منه، والتحذير منه وبيان عيوبه هذا سب، لكن للحاجة والمصلحة، كما نبين شر فرعون ومن تابعه وشر كفار قريش ومن جرى مجراهم، يبين شرورهم للتحذير منها والترغيب في تركها. وإذا المسلمين أمر لا يجوز، لا أحياءهم ولا أمواتهم، لأن الله يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.